بالرغم من عدم وجود ما يؤكد أن العادة السرية تؤدي إلى الإصابة بالعمى مثلا إلا أن للعادة السرية أضرار يدعمها العلم تتمثل في واحد زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض قد يكون الشخص عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة عند تلامس أعضائه الجنسية مع مؤثر خارجي لأن الأمراض المنقولة جنسيا قد تنتقل عن طريق السائل المنوي أو السائل المهبلي أو الأدوات الملوثة اثنان. الإصابة بالجروح والألم قد يصاب الشخص نتيجة ممارسة العادة السرية بالجروح أو الوجع أو الكدمات وذلك إن تم الاستمناء بأداة حادة أو باستخدام شيء. ثلاثة زيادة خطر كسر القضيب الرجال يشعرون بالقلق أحيانا حول إمكانية كسر القضيب لكن هذا أمر نادر الحدوث ويحدث فقط في حالة القبض على القضيب بعنف من قبل شخص آخر. أربعة أضرار أخرى: الممارسة أكثر من اللازم لممارسة العادة السرية أكثر من اللازم، فقد يؤدي هذا إلى ظهور تقرحات على الأعضاء التناسلية، تورم في القضيب وهذا يطلق عليه وذمة تنتج عن تزايد السوائل في الأنسجة، وهذا التورم لا يختفي في غضون يوم أو اثنين. إن ممارسة العادة السرية غير ضر عموماً، لكن لو كنت تشعر انك تمارس العاده السريه بكثره فان الذهاب الى النادي الرياضي سوف يساعدك على التخلص من ذلك